تقدمت منظمه الصحه العالميه بتهنئه الى مصر على تقدمها غير المسبوق نحو القضاء على فيروس سي لتصبح اول بلد يبلغ المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي وفقا لمعايير منظمه الصحه العالميه وابتداء من عام 2014 اطلق الرئيس السيسي حمله قوميه للقضاء على فيروس سي وهو ما تعزز مجددا في عام 2018 ووفرت الحمله اختبارات الكشف عن الفيروس والعلاج منه دون مقابل مادي وأسفرت حملة مئة مليون صحة عن فحص أكثر من ستين مليون شخص وعلاج أكثر من أربعة ملايين و100 ألف شخص ومثلت العلاجات المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر المصنعة محليا عاملا رئيسيا في النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة حيث بلغ معدل الشفاء من فيروسي بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج نسبة تسعة في المائة